يعرف ترشيد استهلاك الدواء بأنه حصول المريض على العلاج المناسب لاحتياجاته السريرية بجرعات مناسبة لعلاجه لفترة زمنية كافية وبأقل التكاليف للمريض وللمجتمع المحلي، إلا أن ذلك لا يحدث دائما، حيث تواجه الدول والمجتمعات مشكلة الهدر في الدواء وسوء استخدامه. هذا الهدر له أشكال متعددة وأسباب تسهم في استهلاك الأدوية، الأمر الذي يترتب عليه طبعا نتائج سلبية. ما هي الآثار المترتبة لهدم الاستهلاك الرشيد للدواء؟ وما هي أيضا أبرز الإرشادات للتعامل مع الدواء؟ سنناقش هذا الموضوع مع الدكتورة الصيدلانية فرح عقد. صباح الخير لك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني دكتورة فرح، عندما نتحدث عن ترشيد استهلاك الأدوية كثقافة مجتمعية ماذا تعني ولماذا أتت؟ هلا أول شيء صباح الخير لإلك ولكل حدا عم بيشاهدنا. يمكن هذا الموضوع مش كتير إحنا بنسلط عليه الضوء بالعادة، لكن دائما بنسمع من كيف نرشد استخدام الكهرباء، الضوء، الماء، بس ما بنحكي كتير عن الدواء، مع إنه هي مشكلة عالمية، مشكلة صحية عالمية، مش بس على مستوى الأردن ولا على مستوى الوطن العربي، لكن عالميا هي تعتبر من أهم المخاطر الصحية. خلينا نحكي لو بدنا نبسط بشكل بسيط يعني شو المفهوم، بدي اياك تعدي معي. هي عبارة عن الاستخدام المناسب للدواء للمرض المناسب للمريض المناسب بالوقت المناسب بالكمية المناسبة وب يعني خلينا نحكي سعر مناسب على المريض وعلى المجتمع. يعني بيدخل عنصر بشري وبيدخل عندنا العنصر اللي هو الدواء نفسه، بيدخل عندنا التوقيت والزمن وعناصر والطريقة. أخرى والطريقة طبعا أكيد والأدوات والأسلوب. فبالتالي أين يتمركز فكرة أن هناك هدر؟ هل يعني العلاقة دائما بتكون واضحة ما بين الطبيب وما بين المريض والحاجة إلى الدواء والتشخيص وما إلى ذلك؟ أين يعني يصبح هناك هدر؟ في أي نقطة من هذه الدائرة؟ في أكثر من نقطة، يعني هي خلينا نحكي عبارة عن مسؤولية مشتركة على الجميع. دائما بنحكي إنه الدواء منيح إذا أنت تستخدمه بطريقة منيحة، لكن إذا أسأت استخدام الدواء هي رح تعود عليك بسلبيات كتير أكبر. يعني الناس بتحكي إذا ما نفعك ما بضرك، لكن للأسف هاي مقولة غير صحيحة أبدا. أنت إذا عم تاخذ الدواء بشكل غير صحيح أو عم تستخدمه سواء بسبب خطأ من المريض أو بخطأ من الدكتور أو بخطأ من الصيدلاني، رح تكون سلبياتها أكثر من منافعها، لو مش هلأ على المدى البعيد. خلينا نحكي لو بيعطيك مثال، أنا كمريضة خليني أحكي عن براجع طبيب عام كتب لي دواء معين أو أدوية معينة، صرفتها من صيدلية معينة، بعدين رحت لطبيب قلب صرف لي أدوية ثانية وكتب لي أدوية ثانية، رحت لصيدلية أخرى وصرفوا لي هاي الأدوية. لو تلاحظي هاي الحلقة، لو أنا كمريض ما خبرت الطبيب شو الأدوية اللي أنا عم باخذها، رح يصير في تعارض بالأدوية، رح يصير في أعراض جانبية، ممكن أنا يكون مكتوب لي نفس الدواء لكن اسم تجاري آخر ما بعرف الطبيب عنه أو ما بعرف الصيدلاني عنه. فهي مسؤولية مشتركة على ثلاث عناصر. أهم مشكلة بدنا نحكي عنها هي الاستخدام الصحيح للدواء. هنا عم نحكي عن هدر الدواء، أو هنا المشكلة اللي تكمن بهدر الدواء. في دراسة صارت بالأردن وبسوريا جديدة، هي أخذت فيها 40 مريض، حاولوا يحللوا فيها شو أهم المشاكل اللي بتصير في عنا باستخدام الدواء أو بالوصف الطبي للدواء. لقينا المشاكل هي نفسها بالأردن وبالوطن العربي وبسوريا، تكمن بالوصف لكثير من الأدوية للمضادات الحيوية ما بنحتاج لها. هاي أول مشكلة وأهم مشكلة، لهيك عم بيصير في عنا هلأ مشكلة الاعتماد على المضادات الحيوية، وبصير في عنا هلأ بكتيريا من نوع جديد مقاوم. يعني بمعنى أنه الكثير من الأشخاص يرجعوا إلى المضادات الحيوية بشكل فردي، فبالتالي رح يكون في أنه هناك هدر للنوع وللاستخدام لأنه ليس في الاستخدام الصحيح 100%. هلأ هو هدر فردي لأنه نسمع مصطلح تطبيب النفس، أنه أنا بكون طبيب نفسي. أنت لما تروحي على الصيدلية أي شخص فينا ممكن أنه ياخد هذا المضاد الحيوي بدون وصفة طبية. للأسف هاي مسؤولية على المريض وهي مسؤولية كمان على الطبيب، يعني بالحالتين. نعم، هناك تقع أكثر من مشكلة يعني مجتمعية، خاصة في الثقافة، بما أنه نحن نتحدث هنا عن موضوع ثقافي بحت في التعامل مع بعض الأمور. هناك فكرة سائدة أيضا أنه بعض الأطباء يبالغوا في الأدوية
اللي ممكن أنها توصف لبعض المرضى، فبالتالي يختصر المريض بعض هذه الأدوية ويذهب مثلا للمضاد الحيوي فقط، صح، من غير مثلا الكريمات، من غير مثلا بعض الأمور الأخرى التكميلية بنظر صح المريض. صح. هل هذا يعتبر هدر من الطبيب، من المريض، من هي أين علاقة المشكلة؟ هي علاقة تكاملية ما بين الجميع، يعني هي مسؤولية على كل شخص موجود بهاي الحلقة العلاجية. خلينا نحكي هي مسؤولية المريض والطبيب والصيدلاني، الثلاثة لهم مسؤولية مشتركة، لأنه أنت لما تاخذ الدواء أنا كمريض لازم أعرف بعض الأدوية رح تساعدني في الأعراض وفي إني أشوف تحسن علي، لكن بعض الأدوية بتكون بتأثر علي بدون ما يعني بدون ما أنا أشوفها، ما بيكون لها أثر ملموس. فهذا الإشي لازم ممكن التثقيف يكون لنا دور أكثر بالتثقيف والتوعية الصحية، لحتى إحنا نعرف شو نتوقع من الدواء، شو الأعراض الجانبية للدواء، وكيف آلية استخدام الدواء، وشو التوابع اللي راح تصير السلبية إذا أنا ما استخدمت الدواء بشكل صح. طيب لماذا يجب أن أهتم بترشيد الاستهلاك؟ لأكثر يعني ماذا سينعكس علي؟ على أول عامل حكينا عنه يمكن العامل الصحي، وشوي حكينا عن موضوع إنه صار في عندي هلأ بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، فإحنا لما نتطلع على الأثر البعيد صحياً لو أنا ما بشوفها في الوقت الحالي، إذا أنا عم بستخدم الدواء بشكل مش صحيح رح ينعكس على صحتي بشكل سلبي، سواء هلأ أو لبعدين. زي ما حكينا في كتير من المشاكل اللي عم نشوفها هلأ، الإدمان على بعض الأدوية، عم نشوف بعض الناس ما عم تتحسن غير لما تأخذ مثلاً مهدئات أو مسكنات أو مثلاً خلينا نحكي المضادات. كل هاي الأدوية لما جسمك يعتمد عليها مناعة الجسم بتقل، فإحنا هيك عم يعني عم نهدر صحتنا الصحية بشكل مباشر. في عنا عامل اقتصادي يعني على المريض أو على المجتمع برضه بشكل غير مباشر، وفي عنا برضه عامل طبيعي، يعني إحنا لما نكون عم ناخذ هالأدوية وعم تتكدس عنا ما عم نستخدمها، برضه بدنا نفكر بموضوع الطبيعة وكيف عم بتأثر عليها بشكل سلبي. جميل. عندما نتحدث أيضا من ناحية مجتمعية يمكن قدرات بعض الدول مش زي دول أخرى، صح، فبالتالي توفير الدواء ما بيكون بنفس الطريقة مين لدول أخرى. إلى أي مدى بيلعب دور يمكن بعد هاي الأزمة الصحية اللي مرينا فيها أنه هذه الحلقة فعليا هي مترابطة أكثر مما نتخيل في هذا المجال؟ هل هناك أي أرقام مثلا ممكن أنها تعكس الحاجة أو الهدر ممكن يكون، وإلى أي مدى يعني هناك مشكلة فعليا في هذا الموضوع؟ هلا تقريبا 80% من الحالات اللي بتفوت على المستشفى يمكن تفاديها حسب دراسات جديدة إذا كنا أو إذا استخدمنا الدواء بشكل صحيح وقمنا بمفهوم الاستخدام الرشيد للدواء. يعني أنا كنت بدي أحكي إنه لما منظمة الصحة العالمية عملت بحث على الموضوع لقت إنه 50% من المشاكل اللي عم بتصير عنا الصحية هي بسبب استخدام خطأ من المريض نفس الدواء 100%، وال50% او النصف الاخر من المرضى اللي عم بيفوتوا عم بيصير عندهم مشاكل هي بسبب يا اما وصفه خطا، يا اما صرف خطا للدواء، يا اما استخدام خطا او استعمال خطا او انه ما بنكمل. فبالتالي هون المشكله في عليها جزء كثير كبير من على الاطباء، صح؟ صحيح. فكيف تتعامل مع المؤسسات المعنية بهذا الموضوع لتقليص الأثار المترتبة؟ يعني لما تقولي 80% ممكن تفاديها، يعني في 80% من الأشخاص اللي فوتوا على المستشفيات من الممكن أن لا يكونوا أصلا مريضين. صح صح 100%. هلا لهيك لازم ممكن يكون في تعاون أكبر ما بين الطبيب والصيدلاني والمريض. أنا مسؤوليتي كمريض إني أروح أحكي للطبيب أنا شو عم باخذ أدوية، ما أطبب نفسي وآخذ الأدوية لحالي، أرجع للصيدلاني إذا أنا مو متأكد من معلومة، أرجع لأصحاب الخبرة اللي درسوا عن الأدوية واللي درسوا عن المرض بشكل عام. في موضوع أو في مشكلة كتير كبيرة إنه بعض الأحيان إحنا بنعتمد على شكل العلبة، لون العلبة لحتى ناخذ دوانا بالبيت، بس للأسف ما بنعرف إنه مثلا هذا الدواء ممكن يكون بأشكال مختلفة وبألوان مختلفة أحجام مختلفة، بيكون كله نفس المادة الفعالة وكله بيأثر على بعض، وهذا برجع لهون نفس المشكلة إنه بيصير في عندي مشاكل صحية وبيأثر على هدر الدواء. فلازم أنا دائما يكون مرجعي الأول للطبيب والصيدلاني، لازم يكون في تعاون أكبر بين هاي الحلقة. بجوز ممكن يكون في سياسات إحنا لازم نطبقها على موضوع قديش إحنا ممكن نوصف الدواء بدون وصفة طبية، خصوصا المضادات الحيوية. يعني تجربتي مش شرط تكون مناسبة لتجربتك، فبالتالي حتى الأشخاص أو الناس بشكل عام إلى أي مدى بيدخل
ايضا تطبيبهم لبعض. صح زي ما صح بيقولوا صح. او الوصفات المشتركه بين الناس انه ايضا في هدر الكثير من الدواء. صحيح، لهيك حكينا بالبدايه عن التعريف انه الاستخدام للدواء المناسب بالمرض المناسب للمريض المناسب، لانه المرض يمكن أنا وشخص آخر يكون عندنا نفس المرض، لكن الدواء اللي بيناسبني ما بيناسب غيري، حسب طبيعة جسمي، حسب الأدوية اللي أنا باخذها، الثانية اللي ممكن تتفاعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أكيد أنت بتعرفي أنه بعض الأدوية بيصير في بينها تفاعلات ممكن تؤدي لأشياء خطيرة، مش بس على مستوى الأدوية، على مستوى الطعام اللي أنا باكله. لهيك إحنا لازم يكون في عندنا تثقيف أكثر بالأدوية اللي عم ناخذها، نعرف عنها أكثر، نعرف عن مشاكلها، نعرف ليش لازم نكملها للآخر. طيب جميل، هل من الممكن أن يدخل أيضا عناصر أخرى في موضوع هدر الدواء؟ بمعنى أنه الحياة التي نعيشها، الغذاء الذي نتغدى، الكثير من الأمور أيضا تدخل في سياق أن تكون جودة الحياة أفضل. صح. فبالتالي أيضا أقل مرض وأقل هدر زي ما قلنا، يعني كل ما بنقدر أنه نتجنب بعض الأمور يعني لازم نعمله. فبالتالي إلى أي مدى كل هذه العناصر أيضا تدخل في هذا الإطار؟ إلى مدى كبير طبعا، لأنه إحنا يعني صراحة بعد خصوصا بعد الجائحة صار اتكالنا على موضوع الأدوية. يعني صار الموضوع إذا أنا حسيت بأحة أو حسيت بحرارة أو حسيت بأي عرض بروح بلجأ للدواء، بحسه هو الخيار الأسهل بالنسبة لي. لكن إحنا لازم شوي نسلط الضوء ونوعي حالنا أنه في بعض الأحيان إحنا لحالنا يعني نفسيا أصلا في بالعلم أخذناها ودرسناها بأول سنة جامعة، أنا لهلأ بتذكرها، أنه 90% من الأثار تاعت الدواء هي نفسية، أنه المريض يقتنع بفاعلية الدواء. فأنا بدي أقتنع أنه أنا أساس مهم لعلاجي، أنا نفسيا لازم أحسن من حياتي، أحسن من العوامل اللي حوالي، علاقتي بأهلي، علاقتي بأصحابي، هاي بتسبب الاسترس والتوتر اللي موجود حوالينا ممكن يسبب علينا بطريقة سلبية. ما أسمع وما أشوف تجارب غيري، لأنه زي ما حكينا اللي بيناسب شخص ما بيناسب شخص آخر. يعني بنستطيع أنه نستنتج أنه لازم نرفع فعليا استخدامنا. صح. لكثير من الأمور، ونرفع جودة الحياة، فبالتالي أقل مرض، أكثر صحة، أقل استخدام للدواء بشكل خاطئ. شكرا لك فرح العقاد، الدكتورة، صحيح الدكتورة الصيدلانية، أهلا وسهلا فيك، نورتينا. شكرا لك.